أهلا بكم من جديد أعزائي. يعتبر مشروع جسر جابر أحد المشروعات التنموية العملاقة اللي تتبناها أكيد دولتنا الحبيبة في إطار عدد من المشروعات الكثيرة. حول هذا الموضوع يسرني أن ألتقي بالمهندس فيصل نائل نعمان، مهندس مدني أمن وسلامة، ليحدثنا عن هذا الموضوع. أمسي عليك بالخير، سعيدة جدا بتواجدك معي. يعطيكم العافية على الاستضافة الحلوة، وإن شاء الله نفيدكم عاد عن المشروع إن شاء الله. بداية طبعا نعطي فكرة للسادة المشاهدين عن أهمية هذا المشروع. طبعا أولا بسم الله الرحمن الرحيم، مشروع جسر جابر طبعا يعتبر من المشاريع التنموية الكبيرة الضخمة اللي موجودة في المنطقة. طبعا يعتبر من أهم المشاريع الموجودة حاليا بدولة الكويت وبالشرق الأوسط بشكل عام، لأنه راح يحدث نقلة نوعية في الطرق والجسور. جسر جابر راح يبلش من يحدث نقلة نوعية، خطين تحت هذه الجملة نشرحها أكثر. إيه، لأن إحنا بالنهاية الجسر راح يوصل إلى الصبية، راح يبلش من تقاطع مع جمال عبد الناصر وطريق الغزالي، راح يمر بين المينا والمنطقة الحرة إلى منطقة الصبية. هني لما يوصل إلى منطقة الصبية راح يفتح مجال كبير في تعداد السكان اللي راح ينتقل هناك في مدينة الحرير إن شاء الله بالمستقبل، وأيضا في مدينة الصابرية والمناطق المجاورة اللي ذاك المكان، لأنه راح يختصر الوقت بشكل كبير. لأن لما تروحين الحين عن طريق الطريق اللي موجود الحالي يأخذ منك مثلا ساعة ونص، على طريق جسر جابر راح ياخذ لكم تقريبا ثلث ساعه او 25 دقيقه على سرعه 120 كيلومتر بالساعه. حجم المشروع، المشروع راح يكون 36 كيلو، ثلاث حارات مروريه وحاره امان في كل اتجاه. مثل ما قلت لك، هو راح يعتبر من اضخم المشاريع، وهو حاليا اطول جسر بحري تحت قيد الانشاء في العالم. وطبعا الشركات المساهمه بالمشروع هو هونداي المسؤولين عن الجزء البحري بالمشروع، والمجموعه المشتركه اللي هم المسؤولين عن الاجزاء البريه. ومن ضخامه المشروع طبعا انه مثل ما قلنا 27 كيلو راح يكون في البحر، وراح يكون في عندنا جزيرتين صناعيتين تم صنعهم تونا خالصين من الدفان، وراح يكون فيها طبعا مناطق استثماريه، وراح يكون فيها مباني اداريه اللي راح تدير الجسر بالمستقبل. مدته تقريبا هذا المشروع؟ احنا بلشنا في 3/11/2013، ومده المشروع ان شاء الله 5 سنين. طبعا نسبه الانجاز الحاليه 74% تقريبا، وان شاء الله على نهايه 2018 راح يكون جاهز. حلو، ايش كثر انجزتوا في هذا المشروع؟ وين وصلتوا تحديدا؟ احنا مثل ما قلت لك تونا، احنا الحين 74%. يعني انت بساعه واحنا قاعدين نتكلم قلت لي انا توقعتكم تكونون بالجهه الثانيه من سوق شرق، لانه يبين معانا. الحين لان احنا الركائز او البايلز تقريبا في تقريبا 1550 بايل عندنا بالمشروع، احنا انجزنا تقريبا 93% من انجزنا تقريبا 92% من عدد التوتال بايلز. وعندنا بطريق الصبية من الجزيرة الشمالية إلى بر الصبية أنجزنا تقريبا 8 كيلو اللي ركبنا الكونكريت ديكس اللي هم العوارض الصندوقية اللي راح تمشي عليها السيارة، تقريبا ركبنا 8 كيلو. فالحين اللي يمر عن طريق البحر راح يشوف عندنا الإشراع الأصفر اللي موجود بالنص، وهو اللي راح يكون طبعا نص الجسر راح تكون في فتحة ملاحية حق مرور السفن، راح تكون 120 متر بارتفاع 23 متر من أعلى مد. والحين تقريبا مثل ما قلت ان احنا 74%، وان شاء الله احنا ماشيين على حسب الجدول الزمني، يعني ما في اي معوقات قاعد تعيق المشروع حاليا، وان شاء الله راح نخلص بالوقت المحدد. يعني مثلا لو بوجه لك سؤال اقول لك الصعوبات اللي تواجهكم او اللي واجهتكم، انت ذكرت ما في معوقات. احنا ما نقول معوقات، احنا ناخذها كتحديات بالمشروع. حلو. يعني مثلا ناخذها من الجانب البيئي، احنا من المشاريع اول المشاريع اللي طبقت النظام البيئي عندنا، الهيئه العامه للبيئه، يعني الشباب اللي هناك ما قصروا ويانا. اول المشاريع اللي طبقت النظام البيئي، شنو تقصد النظام يعني البيئي؟ احنا ما ناخذ اي خطوه بالمشروع الا بعد اخذ الموافقه البيئيه، والدراسات البيئيه هي اللي وافقت على مكان المشروع. مثلا يعني احنا سوينا 26 مسار درسناه على اساس ان نختار امثل طريق، وايد طرق انلغت بسبب اسباب امنيه اسباب بيئيه. الهيئه العامه للبيئه اعطت الموافقه على هالمكان هذا لاسباب كثيره، وطبعا احنا عالجنا المكان. طبعا المكان كانت تقريبا يعني كان مكان اسود وريحه المجاري تكون طافحه بالمكان. شو تمت معالجه؟ من بلشنا في الجسر طبعا احنا سوينا مستوطنات جديده، نزلنا تقريبا 1000 قطعه خرسانيه مكان جديد عن المكان اللي موجود على مسار الجسر، وانبتنا فيها طحالب طبعا طبيعيه كلها اخذناها من الخيران، وكلها طبعا كانت على الدراسات والاختبارات اللي موجوده. والحين البيئه البحريه افضل من قبل، والهيئه العامه للبيئه طبعا يجون بشكل دوري يشيكون على النتائج والتحاليل هذه، وهم مستانسين على الموضوع. يعني
واحنا بالعالم كله طبعا الحين قاعد نسمع بالجرين بروجكتس، ان الحين المشاريع كلها لازم تاخذ موافقه بيئيه عشان تبلش بالمشاريع على اساس ان نشوف المستقبل يعني من الناحيه البيئيه. التحديات فقط كانت بيئيه من الناحيه البيئيه، هذه من اصعب التحديات لان ما كانت موجوده قبل، يعني دراسات البيئيه تعتبر حديثه خصوصا في المنطقه يعني. كم حاره راح يكون جسر جابر؟ راح يكون 3 حارات مرورية وحارة أمان في كل اتجاه رايح رد، وتقريبا عرض كل واحدة فيهم 3 أمتار يعني. يعني نقدر نقول أن هذا المشروع مشروع بري بحري. إيه. حلو. طيب هني يلعب دور قطاع الأمن والسلامة. إيه. طبعا في الفترة الحالية فترة الكونستراكشن اللي هي فترة الإنشاء، إحنا جسرنا يعتبر معقد لأنه مثل ما قلت لك بري بحري، فعشان نحاول ننسق وخصوصا مع الاحوال الجويه اللي موجوده، حاله الجو حاله البحر، يكون علينا صعب ان نطلع باماكن معينه. فاحنا كمهندسين وزاره الاشغال نطلع مع الاستشاري، نطلع مع المقاول بالليل نشيك على الليتات اللي موجوده مثلا على البويات على البايلات. طبعا هذا كله تنسيقات مع وزاره المواصلات وخفر السواحل على اساس ان نضمن سلامه المكان، لان مشروع كبير وضخم وما تقدرين تغطينا كله بمكان واحد. فاحنا نطلع على اكثر من شيفت، نشيك على الاجزاء البريه، نشيك على الاجزاء البحريه، وكل شيء عندنا فولدرد، ما عندنا شيء يعني يمشي علينا. وفوق هذا احنا عندنا طبعا اجتماعات يوميه واجتماعات اسبوعيه تقارير. يتم فيها تقارير ننسق فيها يعني طول فتره الاسبوع، ونشوف اللوك هيد مالنا مثلا نهايه الاسبوع عندنا ان شاء الله الفنيه لازم نكون مجهزين 1 2 3. يعني حتى العمال احنا بالنسبه لنا كسيفتي، مو بس ان البس السيفتي شوز ولا البس الفست ولا البس الهلمت، هو تثقيف، هو ان بالمستقبل ما نبي نوصلهم لمرحله انه راح ياثر على حياه ناس، وبالنهايه هذه حياه ناس ما نقدر احنا نجازف فيها. صح اكيد. ومن المنطلق الاخر اللي هو عقب ما يخلص الجسر، وايد ناس تسال انه اذا صار حادث لا سمح الله على الجسر شلون راح نتعامل مع الموضوع هذا. طبعا احنا مع التنسيق مع الداخليه عندنا مباني اللي راح قلنا لك على الجزر راح تكون موجوده. صح. فيها الكنترول روم. طبعا احنا عندنا الاي تي اس والسكادا. الاي تي اس هو الانتليجنت ترانسبورتيشن سيستم، هو هذا النظام راح يدرس دراسه كامله عن المشروع من ناحيه الحركه المروريه. يعني مثلا صار حادث مثلا على الحاره الفلانيه، بدايه الجسر راح يذكر لك فوق على الشاشات انه في حادث على المسار هذا. واذا كان واقف نهائيا في عندنا تقريبا كل 4 كيلو امرجنسي يوتنز، وهذا مع تنسيق مع الداخليه. مثلا اذا كان مسكر لفترة مكان الحادث قبله بشوي، يشيلون مثلا القاعدة اللي موجودة ويتم تحريف المسار إلى المسار الآخر. يعني على الطريق اللي راد يتسكر، يصير لهم حارة زيادة. فإحنا نحاول نغطي جميع نواحي الأمن والسلامة على أساس أنه بالمستقبل خصوصا أنه بنص البحر يكون أصعب من اللي نشوفه هنا. وإحنا قاعد نحاول نتفادى الزحمة اللي موجودة هنا على أساس لا نشوفها على الجسر. يعطيكم ألف عافية بصراحة. يعني إحنا متشوقين أن هذا المشروع ينتهي، وكرو وجروب برنامج مساء الخير الكويت يعني نحاول كثر ما نقدر ان احنا نطلع بحلقه خاصه من حياكم الله باي وقت. واهم احنا بالمشروع عندنا المشروع. مركز للزوار. طبعا هاي المدارس يقول لنا، الجامعات الشركات يجون ياخذون فكره عن المشروع، واحنا كمهندسين كويتيين نشرح لهم بالضبط شنو قاعد يصير بالمشروع. احنا اكثر من مهندس، كل واحد مختص بشغله معينه. فاللي حابيه حياه الله، عندنا مركز دائم للزوار نشرح فيه التفاصيل من الصفر إلى نهاية المشروع. وصلنا معك للختام، إذا حاب تقول كلمة أخيرة. بس حاب أقول خصوصا للحداقة ربعنا أن صبروا علينا شوي، يعني المشروع ما بقى شيء لأن وايد قاعد نسمع هذه، وإحنا نتفهم الموضوع خصوصا طبيعة الكويتيين وهواياتهم يعني الموجودة. صبروا علينا شوي، ما باقي شيء يعني سنة ونص، إن شاء الله الجسر يكون خالص وبعدين خذوا راحتكم. إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك العافية. يعني. إذن أعزائي أكيد متواصلين معاكم في فقرات برنامج مساء الخير يا كويت، ولكن بعد هذا الفاصل.